بعت لي يا فندم؟ ايوه يا مرسي. تحت امرك. من فضلك اقفل الباب. انا اطلعت على دوسيه القضيه. اتفضل اقعد. ويا ترى سيادتك توصلت للشخصيه اللي عايز يقتلها؟ تقريبا، واتخذت اللازم لحمايته، بس مش هو ده المهم. امال ايه يا فندم؟ وقائع القضيه بتقول ان المجني عليهم كلهم شهدوا في المحكمه ان جابر قتل مراته مع سبق الاصرار. واحد بس اللي شهد لصالحه في القضيه، لكن الادعاء والمحكمه ما اهتموش بشهادته، لانه كان معروف انه زميل جابر واعز صديق ليه. وده مين يا فندم؟ والدك الحاج ابراهيم. لكن الاخطر من كده يا مرسي، لو ثبت ان والدك عارف اللي بيحصل وساكت، هيبقى مشترك معاه في الجريمه. فندم انا مش عارف اقول لك ايه. جايز والدي كان يعرفه زمان، لكن دلوقتي ما يعرفش عنه حاجه. انا معاك ان ده كمان محتمل، ولاني بثق فيك زي ما بثق في نفسي، عايزك تستفسر من والدك. احنا في اشد الحاجه يا مرسي لاي معلومات تساعدنا في القبض عليه. انت طبعا فاهم ومقدر خطوره الموقف. طبعا يا فندم، عن اذن سيادتك. ما كنت سبتهم لربنا ينتقم منهم. المصيبة الكبيرة اللي انت ما تعرفهاش ان من بين ضباط البوليس كلهم اللي في الجمهورية ما يخطرهمش الا ابنك مرسي ويكلفوه بالقبض عليك حتى لو اضطر يقتلك. التعليمات كده يا جابر. حاولت كتير ان امنعه عن قضيتك ما قدرتش، لدرجة ان في لحظات كنت عاوز اقول له ان اللي بتطرده ده يبقى ابوك. ياما كنت عاوز اقول له الحقيقة المرة كلها، ما قدرتش يا جابر. قتلوا مراتك ورموها من فوق السطوح ولبسوك القضية ظلم. Thank you.
ذكرى وفاة والدتك. قد ايه كان نفسي اضمك لصدري واحضنك من زمان. من النهاردة مش هبعد عنك لحظة واحدة. إن كان علي أنا يا ابني مش عايز أسيبك ولا أبعد عنك، لكن ورايا مشوار مهم مش هستريح إلا إذا عملته. إذا كنت تقصد سالم فده حسابه معايا أنا. لا يا ابني خليك بعيد، أنا خلاص إيدي بقت متعصى دم وطريقي بقى مسدود، لكن انت المستقبل لسه قدامك. انا كل اللي عايزه منك يا مرسي حاجه واحده، خدامك في كل اللي تؤمر بيه. يوعدني لما اموت تدفني جنب امك وتبقى تزورنا من وقت للتاني، ووعد سيء لابوك ابراهيم، ده اوفى الناس يا ابني. وفي حاجة تانية، ما تحسبش وفاء على غلطة أبوها، هي ملهزة. أنت شفتها؟ وعملت لي أحلى كوباية شاي شربتها من يوم ما ماتت المرحومة، من غير ما تعرف أنت تبقى إيه بالنسبة لي. خلي بالك من نفسك. أشوفك إزاي؟ سيبها للظروف. سالم بيه، في ايه؟ انا شرحت لسيادتك الموقف بما فيه الكفايه. ما اقدرش يا حضرة الضابط، انا لازم اخش اقول الخطاب بتاعي، ده اهم خطاب ليا قبل الانتخابات. ايوه بس حياتك في خطر. ما انت حضرتك موجود ورجالتك معاك، واجبكم انكم تحموني، هي دي مهمتكم. احنا هنحميك بقدر استطاعتنا، بس لازم تعرف ان في ناس كتير جوه الصوان، وممكن جدا القاتل يكون قاعد بينهم. يا دي المصيبة، يا دي المصيبة، انت بترعبني يا اخي، بترعبني ليه؟ انت عايزني اخش قصاد الناس دلوقتي وانا مرعوش؟ يقولوا عليا ايه؟ المرعوش اهو. انا مش برعبك ولا حاجة، انا يا دوب بشرح لك الموقف وزيادتك صاحب القرار الاخير. شوف يا حضرة الضابط، انا هخش حشوط الخطاب بتاعي في جملتين وهختفي من هنا. خلاص امرك يا سالم بيه. كما كنت دائما صادقا وفيا لكم، مخلصا ومضحيا من أجلكم، الشرف شعاري والحق سلاحي
والإخلاص رائدي. سالم بيه 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 مكانك مش هنا يا حضرة الضابط. تعال معايا. يا فندم انا سبت استقالتي على مكتبك. وانا قطعتها. وده معناه انك لسه ضابط مباحث ولازم تسمع اوامري. يا فندم ارجوك يا مرسي ما تعقدش الامور اكتر من كده. في حاجات كتير سيادتك ما تعرفهاش. انا عرفت كل حاجه من الحاج ابراهيم. ومقدر شعورك. تعال معايا. من فضلك يا مرسي ما تحرجنيش اكتر من كده. وده مش مكان نتفاهم فيه. تعال معايا. يا فندم اللي عمله ده شيء فظيع. حرام نسيب واحد زي ده يعيش وسط الناس يخدرهم بكلامه في الوقت اللي هم بيسقفوا له بيهتك اعراضهم وبيسلبهم ادميتهم. لازم يموت لازم. القتل مش هو الوسيله الصحيحه لتحقيق العدل في اي مجتمع. والرغبه في الانتقام يا مرسي الشيطان دايما هو اللي بيغذيها جوانا وعمرها ما حققت اي مكسب لاي انسان. وانت راجل قانون عارف ده كويس. بس الست اللي اغتصبها تبقى امي والراجل اللي ضيع عمره في السجن يبقى ابويا. بعدين انا انسان قبل اي شيء. وانا علشان عارف انك انسان بخاطب فيك عقلك قبل عواطفك. والعقل بيقول ان انسان زي ده قصدي حيوان زي ده لازم ياخد جزاءه بالقانون. ثم انت سبت لي استقالتك ونسيت تسيب لي سلاحك. السلاح ده مرسي ميل بيحمي ما يختلش. اتفضل تعال معايا نحمي ابوك من ارتكاب جريمه جديده. اتفضل. Thank you.
أبوي.